اديش عقوبات على الفاضي والمليان، لان انا لو في حد غلط سواء اي نادي في مصر اي حد غلط، لكن ما يطلعش بقى رئيس نادي يقول لك اصل انتوا بتجاملوا فلان ومش عايزين تدخلوا، لا انت بتنفذ القانون عشان تطبق بشكل محترم، لكن مش عايزين حد يطلع ويزايد على الكلام ده ويلعب على نغمه الجماهير ان انت بتوقف جماهيري ليه او طب ما جماهيري غلطت. فبالتالي لو انا سندت القرار او سندت العقوبه انا مش بساندها عشان حد، انا ساندها عشان خاطر نفسي ان انا النهارده مش عايز جماهيري تغلط او مش عايزه تعمل عمل مشين. فبالتالي لو انا طلعت وسندت القرار هيبقى حاجه محترمه وهتلاقي كله ملتزم. واحنا بنسمعك كابتن محمود خلينا نتوقف معاكم مع مشاهدينا لمتابعه هذا التقرير واراء الجماهير ونعود لاستكمال الحوار. لي تاريخ كبير قوي لان انا من زمان كنت عضو في النادي الاهلي ومتربي في الاهلي ووسط الفريق بتاع الاهلي واخلاقيات الاهلي واداره الاهلي. الحقيقه هو فعلا قلعه الاخلاق، وللامانه الراحل العظيم صالح سليم ارسخ فيه قواعد كبيره جدا، ويمكن هي دي اللي مخليها الاهلي مختلف عن اي نادي في افريقيا والوطن العربي. احسن فريق في بالنسبه لي في العالم. شرياني. كل حاجه في حياتي طبعا من ساعه ما وقعت على الدنيا، وانا يعني لقيت اخواتي واهلي كلهم اهلاويه، وانا عندي 4-5 سنين كده بقيت اهلاوي، ف يعني الاهلي بيمثل لي يعني الدم اللي بيجري في عروقي. اعظم نادي في الكوره. كل حاجه في الدنيا. قلعه من قلاع الرياضه في مصر. احب اهلي احب اهلي. احنا اتولدنا على النادي الاهلي وانجازاته وبطولاته ولعبته وتاريخه وانجازاته، فعشان كده بنحب الاهلي قوي. الكره الحلوه يعني الاخلاق يعني المبادئ يعني صالح سليم يعني محمود الخطيب يعني الكيان يعني العشق من صغري بحبه جدا، يعني ده عشق من زمان الزمن يعني من زمان صغير. اعظم فريق بالنسبه لي في الكون، مصدر سعاده كبيره جدا يعني لاي حد. النادي اللي بحبه من صغري، يعني دايما عندي كلمه كده بقولها لاي فرقه تانية ان احنا جمهوريه عربيه اهلاويه. النادي الاهلي بيمثل لي كل حاجه، وهو نادي القرن بطل افريقيا ومن احسن الفرق على مستوى العالم كمان. حياتي دنيتي كلها بيت التاني زي ما بيقول. هو الملك طبعا، يمثل لي الانتماء ويمثل لي الروح ويمثل لي الاصرار والانتصار دايما. الاهلي طبعا بيمثل لي كل شيء، وانا من مشجعين الاهلي وابن الاهلي في كل مكان. بيمثل لي مصر، انا بحب الاهلي كتير. بيمثل لي حياه، كيان بمعنى المطلوح، كيان فعلا. الاهلي بيمثل لي المتعه، اللحظات الحلوه اللي في حياتي. الاهلي كل حاجه حلوه في مصر.